السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لحضراتكم أن تتواصلوا معنا عبرها من خلال إرسال رسائلكم النصية. مشاهدينا الكرام، سيكون الموضوع في هذه الحلقة عن تمرد الميليشيات في العراق على الدولة، وكذلك القوانين التي تصدرها حكومة عادل عبد المهدي والحكومات السابقة بخصوص قضية الحشد وشرعنته ودوره في العراق. كيف تتعامل الميليشيات مع هذه القوانين التي تصدر، وفي المقابل كيف تتعامل السلطة مع الميليشيات التي ترفض الانصياع إلى أوامرها؟ سنتحدث عن الوضع الأمني كذلك في العراق، خاصة بما يرتبط بالميليشيات ودورها وانتهاكاتها التي تحدث، ولكن بعد فاصل قصير. نزف بشرى إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي. أنا مع تشريع هذا القانون، أقولها بصراحة هاي قوة كبيرة أن نعتز بها. إقرار قانون الحشد الشعبي إنما يمثل خطوة وطنية مهمة. عمامي كلهم ضربوهم ما يرحمون فرد نوبل الحشد الشعبي. احلاس الطب للموصل غصبا على اللي يرضى والما يرضى. ايران طردنا سليح، طردنا بليبسات، هاي شوفوها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أغلقت ميليشيات الحشد شوارع منطقة الشلالات شرقية مدينة الموصل بالسواتر الترابية رفضا لقرار سحب ميليشيا اللواء 30 من سهل نينوى، وأكدت مصادر أن مناطق سهل نينوى باتت خارج السيطرة بعد انتشار مسلحين بالزي المدني في الشوارع. طبعا عناصر ميليشيا الحشد الشبكي قامت باستهداف سيارات الجيش بالحجارة رفضا للقرار الذي أصدره عادل عبد المهدي الذي يقضي بسحب أو إخراج اللواء 30 من الحشد الشبكي من هذه المناطق وإدخال مكانها الشرطة المحلية وقواته الحكومية لكي تحل محلها، نظرا للموضوع المرتبط ربما كما يقول المحللون بقضية العقوبات الأمريكية التي صدرت على قائد الميليشيا. طبعا مدير ناحية كلك في محافظة دهوك بروى فاروق أكد أو أعلن قطع ميليشيات الحشد الطريق الرابط بين محافظتي نينوى وأربيل بالإطارات والحواجز الترابية إثر احتجاجهم على استبدالهم بالشرطة المحلية في إحدى السيطرات الأمنية. طبعا كما ذكرنا قبل قليل كان هذا الموضوع هو أمر صادر من عادل عبد المهدي، ومن المفترض أن تكون الميليشيات أو الحشد الشعبي هو تابع للقائد العام للقوات المسلحة كما يقولون. فالسؤال هو لماذا يرفضون إذن اتباع أوامره ولماذا يتمردون عليه، وهذه المظاهر التي نراها الآن على ماذا تدل؟ عندما كان قد صدر قانون الحشد الشعبي والذي شرعه البرلمان في الدورة السابقة وكان الهدف منه هو إعطاء إطار قانوني لهذه الميليشيات كي تصبح ضمن المؤسسة الحكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وكان قادة الميليشيات وقتها أيضا يتحدثون عن أنهم تابعون للقيادة العامة للقوات المسلحة عندما كانوا يسألون أنهم ميليشيات خارج سيطرة الدولة. فالسؤال هنا الآن على ماذا يدل تمردهم وتصريحاتهم التي خرجت بعد انتهت الحكومة السابقة وجاءت حكومة عادل عبد المهدي من أبو مهدي المهندس وغيرها التي تحدثوا فيها، قالوا بأنه لن يحل الحشد الشعبي والأوامر لا تؤخذ من القيادة العامة وهناك تمرد يحصل وهناك رفض للقرارات التي صدرت من حكومة عادل عبد المهدي القاضية بسحب السلاح من الميليشيات وبوضعها بإطار وإطار مؤسسي، يعني يدخلون ضمن مؤسسة حكومية من المفترض. ما نراه الآن على ماذا يدل هذا التمرد، هذا الرفض للأوامر التي تصدر من حكومة عادل عبد المهدي؟ في المقابل كيف للحكومة أن تسيطر عليهم، أن تسيطر على الميليشيات وهي لا تستطيع أن تحكم سيطرتها على أفراد قليلين منها؟ يعني الحشد الشبكي جزء لا يتجزأ من
من الحشد الشعبي لكنها فاقدة السيطرة عليه، كيف إذن ستحكم سيطرتها على هذه المؤسسة المكونة من عدد كبير من الميليشيات ومن الأفراد؟ أيضا طبعا الميليشيات قطعت الطريق الرابط بين أربيل وبغداد رفضا لقرار الحكومة بإخلائها نقاطها في سهل نينوى، وأدى طبعا قطع الطريق إلى توقف شاحنات وتكدس آلاف البضائع، طبعا إيقاف الحياة بالنسبة للمواطنين نظرا لهذه التجاوزات التي تتم عن طريق الميليشيات. كذلك النائب قصي عباس طبعا دعا وحرض المكون الشبكي تحديدا في سهل نينوى على التظاهر والاعتصام رفضا لقرار إخراج الميليشيا ولواء 30 من الحشد الشبكي من سهل نينوى واستبدالهم بالقوات الحكومية. كان هناك رفض وكانت هناك دعوات من النائب قصي عباس لأنصار هذه الميليشيا وكذلك أفراد هذه الميليشيا بالاعتصام والتظاهر. طبعا دعا كذلك ميليشيا الشبك للمشاركة في التظاهرة والاعتصام أمام سيطرة بازوايا قرب مدينة الموصل وغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل نينوى من أجل دفع الحكومة للعدول عن قرار سحب الحشد من المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. إذن نعود لنتحدث عن الأسباب التي تدعو هذه الميليشيات إلى الرفض المستمر للأوامر الصادرة من عادل عبد المهدي، وكذلك كيف يمكن لحكومة عبد المهدي أن تحكم سيطرتها على هذه الميليشيات؟ ما الوسائل المتاحة أمامها من أجل أن تتخذ إجراءات تنفذ فيها هذه القرارات التي تصدرها؟ القرار الديواني أو الأمر الديواني الذي صدر 237 يتحدث عن أمور كثيرة، منها الجهات التي تريد أن تدخل في العمل السياسي عليها أن تسلم سلاحها، وكذلك الذي يرفض تسليم السلاح يدخل ضمن إطار هي تحدده الحكومة. لم يطبق حتى هذه اللحظة أي شيء من هذه الأوامر، كيف ستطبق هذه الأوامر وهذه التعليمات؟ معنا السيد أبو علي من لندن، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ محمد، السؤال هذا مال الحشد الشعبي يتوجه أولا اللي دعا لتشكيل الحشد، المرجعية الشريفة اللي بالعراق. نعم. اللي أسست هذا الحشد وينها من هذا قرار الحشد الشبكي تالي وقت يعاند قرار الحكومة ويحرق ويسوي سواتر ترابية ويسوي قلق ويقتل ويهرب ضغط بالموصل. برأيك أبو علي، ما سبب صمت الجهة المؤسسة للحشد كما تفضلت المرجعية، ما سبب صمتها عن هذه هذا التمرد الذي نراه الآن من الميليشيات؟ أخ محمد، تأسيس الحشد مو أمر من إيران حبيبي، أمر من إيران. أنا بلندن دعتك معلومة من لندن، أمر من إيران قاسم سليماني. نعم. توجيه انت أخ محمد، تسامع دول العالم، دول تجيب ناس من الشارع يستلموا سلاح ويصير عندهم سلاح أكثر من الجيش بالدولة. نعم. انت سامع هيك شيء في دول العالم كلها أخ محمد؟ نعم. كم جيش بالدولة أكو؟ بس عذرتي أستاذ محمد، كم ميليشيا مال حشد؟ وسوت الميليشيات مال حشد، سوت ايش قد كتلت، ايش قد نهبت؟ مو أنا أقول، ما تصدق شيء من باقي باعترافهم، هم باعترافهم بالتلفزيون بلقاءات تلفزيونية، هم المسؤولين. واحد يضبح الاخ. جرائم لا تغتفر اخ محمد. هذه اي دولة بيها 40 جيش؟ بس ارتفتهم كل فصيل شايل علم. نعم. شو تستقيم الدولة؟ بس ارتفتهم اخ محمد. طيب اسألك يا ابو علي، الحيدر العبادي في لقاء تلفزيوني خرج يتحدث عن الأعداد بالنسبة للميليشيات، يقول ما كان على أرض الواقع هو 60,000 مقاتل، ما كان يكتب في الأوراق هو 150,000. معلومات تدل على أمور كثيرة، منها سرقات للأموال بالنسبة للجنود الفضائيين، ومنها ما كان يكسبه هؤلاء قادة الميليشيات تحديدا، وكيف أصبحت أوضاعهم المادية نتيجة لتواجدهم واستغلالهم لسلطتهم.
السؤال إن كانت الحكومة تعلم بهؤلاء وتعلم بما ارتكبوه وتعلم بهذه الأرقام المخيفة بالنسبة للفضائيين وغيرهم، لماذا لم تتحرك لتوقف كل هذه الانتهاكات؟ وحيدر العبادي يتحدث يقول بأن فلان الفلاني وفلان أصبح غنيا جراء تواجده في الحشد، وكذا أصبح ثريا جراء تواجده في الحشد، يعلمون ولديهم معلومات، لماذا لا يتحركون إذن؟ أخ محمد اللي لازم ظهر الحشد إيران أخي، إيران. قل لي أبو معدن مهندس منه وباقي الدول اللي يدعونهم مقالة الحشد شنو مستواهم ومنين هم أصلهم ومنين؟ ولا هم إلمن أخ محمد، أنت شفت لك واحد يقود بالفصيل من فصائل ولا عنده ولاء للعراق؟ أخ محمد من هجر العالم؟ من سرق أملاك المواطنين غير الحشيد؟ يبو بالفيديوهات أستاذ محمد، بالفيديوهات إحنا بلندن وشفناها بعيننا، بالفيديوهات وشاهدين أعلام. ما تقول لي هذا إلى متى؟ شلون بلد هذا؟ وين دور الشعب؟ الشعب ليش ساكت على الوضع هذا؟ ليش ساكت أخ محمد؟ بعد شو يصير بالشعب هذا؟ شو يصير به بعد؟ نعم. طيب ماذا عن التصريحات قادة الميليشيات؟ يعني حضرتك تقول أنه إيران هي التي تحكم وهي التي تسير الأمور، لكن ماذا عن تصريحات قادة الميليشيات الذين يقولون نحن نتبع القائد العام للقوات المسلحة، لماذا لا ينفذون أوامره إذن؟ أخ محمد يزيد ينقص عادل عبد المهدي وشنو هو الميبيان؟ أخ محمد؟ الهزمة وتباحة للهزمة بالفيديو أنا بلندن شفناها للهزمة والمخدرات هذول اللي هزموهم شنو قالها هو ليش بس عزفتهم ليش باقي سجناء مغيبين تحت الأرض من طائفة سمري بنات شي يقول لك انت تحشي طائفي الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشكرك أبو علي، كنت معنا من لندن، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بس أنتني ما زال أعطيك مقدمة عن الشبك. الشبك هم عندهم نية على أساس يقول لك إحنا إذا ما أسسنا دولة شبكستان زين فنأسس أقليم شبكستان والعاصمة بازواية هي بس بمنطقة سهل مينوى، يعني هذه المناطق تلكيف ما تلكيف تعرف برطلة ما برطلة، هاي المناطق البسيطة يعني يريدوها لهم وهي هاي أمنيتهم. لكن لو تجي لحقيقة الشبك خلطيك معلومات وكوهل الموصل كل ما تفضلت به لا يمنع أن الحشد الشبكي هو جزء لا يتجزأ من مؤسسة الحشد الشعبي بشكل عام، وهي أيضا المفروض أنها تتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة، من المفروض أنها تأتمر بأوامر الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي. ونطرح السؤال الرئيس في هذه الحلقة أبو عمر، وأرجو الإجابة على هذا السؤال، يعني ما الأسباب التي تمنع هذه الميليشيات من تطبيق أوامر عادل عبد المهدي؟ هم لا يطبقون إلا الأوامر التي تخدمهم، يعني هناك أوامر بقضية سحب السلاح أو إخراجهم من مناطق لا ينفذوها، نسأل عن الأسباب. أستاذ الأسباب من صارت هاي فتوى جهاز الكبابي مال السيستاني، من صارت هذول كلهم كانوا بالشوارع دايحين بصراحة، أحكي لك يا صريح العبارة، أهل القواطي والأبطال الفارغة، إحنا عرفنا سقط الجيش النظامي مال نوري بصريح العبارة، سقط لبسوا دجاجة وقالوا له الروح، فمن إجوا ذول أهل القواطي والأبطال الفارغة، هذول من إجوا ما صدقوا. يعني مثل ما يقول يعني تخبلوا الجنة ويقول لك احنا تصير عندنا قوة عسكرية وتصير عندنا قوة مالية وسياسية ونسيطر وكذا وكذا، فقاموا من بأيام الحرب التحرير على أساس الموصل هذه الأكاذيب والخزعبلات، هذول همين ما شاركوا أصلا قسما عظما ما شاركوا أستاذ، كلهم ما شاركوا، لا تقولي ولا أقول. فقاموا يسوي قاموا جو المنطقة السهلينة ورجعوا إلى بيوتهم، كانوا في كردستان مهزومين واللي كانوا بالمناطق الجنوبية والوسطى زين، فمن جو رجعوا أسسوا لهم الميليشيا هاي قيادة وعد قده هو لو أخو حنين قده لو ابن أخوه لو يعني ابنه هو يصير ما أعرف عاد هو واحد من عندهم الثلاثة لو أخو لو ابن أخوه
زين فأسسون الميليشيات صارت عندهم طبعا شافوا انه الميليشيات العصابات هاي الميليشياوية انه لها كل الصلاحية، يعني الميليشياوي الواحد يقدر يفر القاضي ويقدر القائم مقام يدوس عليه بالحذاء تكرام، يقدر كل الصلاحيات تطوها القتل والسرقة والرشاوي. فقاموا نصبوا سيطرات وحتى هجموا على العرب، العرب العصريين في سهل نينوى، وعلى المسيحيين اعتدوا عليهم زي الأستاذ محمد. فلهذا السبب ما صدقوا، يقول لك احنا صير عندنا دولة، احنا صير عندنا قريب لك عمي، احنا سنمشي ويا الحائط بزمن صدامك نخاف لا واحد يضربنا، هسه نجي احنا نصير عقلين ونصير عاصين نصير عندنا ونسيطر والأول والثاني. وضحت الفكرة أبو عمر، أشكرك للمشاركة معنا. السيد أبو فيصل من السعودية تفضل. فقدنا اتصال مع السيد أبو فيصل. نقرأ لحضراتكم هذا التصريح الذي خرج من المتحدث الرسمي باسم ميليشيا النجباء نصر الشمري، الذي قال بأن الحكومة العراقية ستسقط خلال أسابيع إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران. هذا تصريح من أحد المتحدثين الرسميين أو المتحدث الرسمي باسم ميليشيا النجباء تحديدا عن الولاء لإيران، وأنهم كيف سيقفون ضد الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى قد تتخذ أي خطوات ضد إيران سيسقطوها. هذا هو تصريح من المتحدث الرسمي باسم ميليشيا النجباء. السؤال، كيف إذن يمكن أن نفهم العلاقة ما بين الميليشيات وما بين المؤسسة أو ما بين الحكومة في بغداد؟ بناء على هذه التصريحات، على ماذا يدل أن تهدد الميليشيات بهذه الطريقة أي حكومة ستأتي تقف أو تتخذ خطوة ضد إيران بأنها ستسقط؟ وطبعا كما هو معلوم الميليشيات لديها القدرة العسكرية على فعل ذلك، كيف إذن يمكن أن نفهم هذه التصريحات؟ معنا السيدة أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة. بالنسبة إلى الحشد، الحشد هو منو أسس الحشد؟ أول مرة إجت من السستاني وعلى أساس يحررون نينوى أو الموصل. بس هم ما حرروا الموصل، سقطوها الموصل، دمروا كل اللي بيها، هم الحشد متعمدين على هالشغلة هذه. ومنو ورا الحشد؟ هادي العامري وسليماني ونخبة الإيرانيين كلهم، ونص الحشد تابعين لإيران، حشد إيراني هذا مو حشد عراقي، انتماهم إلى إيران، أفكارهم كلها تابعة إلى إيران وإلى كل الممين التابعين إلى إيران. فهم هذول ما عندهم ولاء للوطن حتى يحمون الوطن، ولا عندهم حب للوطن حتى يحبون الوطن. هذول طيب ليش لعد يا أم أزهار، ليش نشوف هاي القرارات وهاي التصريحات اللي تخرج من قيادة ميليشيات أو تخرج من جهات حكومية عن العلاقة المتينة اللي بين الحشد وبين الحكومة؟ لعد ليش دا نشوف هاي التصريحات إذن، وهذا التمرد كما وصفه أحد المسؤولين أنه رافضين تنفيذ أوامر الحكومة؟ شلون نفهم إذن أن هم تابعين للحكومة وبنفس الوقت يرفضون تنفيذ أوامر الحكومة؟ هم ما تابعين للحكومة نهائياً. أول هو منو خلى على الورق رسمياً، يعني على الورق وفق القوانين اللي شرعوها لإسقاط نينوى، وهو هاي الفكرة المخطط الإيراني الأمريكي الإسرائيلي. فالحشد ما تابع إلى الحكومة، ولما ترامب قال إنه لازم السلاح يصير بيد الدولة، رأسا هم الحشد ضاقوا وأرضوا وقالوا إحنا ما ننطي السلاح، إحنا الدولة وإحنا نتأمر بها وإحنا ندافع عنها. هذا يعني شنو معناها؟ معناها أن الحشد هم عندهم قوة قوية من إيران، من سليماني، من هادي العامري، من كل هذول النجباء النجباء اللي
كلهم اللي تابعين الى ايران. نعم. فهو الحشد متلبين بي ليش؟ لانه حتى يحمي هاي المناطق اللي الفار هسه يتحركون عليها. كلها يردون يخططون مخطط، يردون يخططون الموصل ما ترجع مثل الاول. الموصل راح تبقى الموضوع مو بس الموصل يا ام ازهار، الموضوع اوسع من مدينه الموصل. الميليشيات منتشرة في كل مكان في العراق، لديها القدرة، لديها السلاح، والموضوع إن حدث في الموصل يحدث في مكان آخر. نحن نتحدث بالمجمل، بالعموم، العموم أن هناك ميليشيات ترفض تنفيذ أوامر الحكومة. أبو مهدي المهندس كان قد صرح قبل ذلك، قال بأنه لن يحل الحشد حتى لو جاء الأمر من رئاسة الوزراء، يعني الموضوع منتهي بالنسبة لهم. ليش إذن دا نشوف هاي الموضوع القوانين وإصدار القوانين حتى يأمنون الحشد، تشريع قوانين لتأمين الحشد من المحاسبة المستقبلية، ربما من مخاطر قد تطال إذا صدر قانون جديد تنفذ إذن القوانين اللي تخدم مصلحة الحشد فقط؟ ليش ما تنفذ القوانين بشكل عام اللي أيضا لا تخدم مصلحة الحشد، اللي تسحب السلاح من الجهات من الميليشيات اللي ترفض الدخول بالعمل السياسي كما قال الأمر الديواني؟ يعني يعني ما ياخذون السلاح من الحشد ولا يقدرون يتحاشون بالحشد، لان الحشد اساسا الحشد من ايران ومن اوامر، ياخذ اوامر اذا عاد الزويه اذا يقول تم قرار ما ينفذه، لانه ما يقدر ينفذه لانه ما عنده سلطه وينفذ. اكو احزاب هنا، اكو احزاب مواليه الى ايران، فهي اللي دا تحكم وهي دا تقوي الحشد هنا. نعم. القوة صارت بيد الأحزاب الموالية لإيران وإيران، وهذا أما يعني هذا عادل زوية وهذا الثاني أبو النواب ورئيس الجمهورية، هذول كلهم تماثيل قاعدين كل شيء يقررون ولا يحكمون ولا يعرفون كل شيء يسوون. أمرنا طيب. بيد إيران، الأمر كله بيد إيران. وضحت الفكرة أم أزهار، شكرا لك، كنت معنا من بغداد. نقرأ بعض الرسائل التي وردت من المتصلين على خدمة الواتساب. يقول أحد المشاركين: أستاذ محمد، لا يوجد ما يسمى بالحكومة، بلد تحكمها الميليشيات المدعومة من قبل إيران وحماية أمريكية. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، الحشد الشعبي وجهة أخرى أو وجه آخر للحرس الثوري الإيراني في العراق بقيادة إيرانية خالصة، وتواجدهم حاليا بعد داعش هو سرقة أموال للدولة والمواطنين. أخي محمد، الحشد الشعبي حاليا يأخذ أموال من أصحاب السيارات الحمل، وكل واحد عنده مشروع تجاري، وحاليا مناطق الموصل القديمة يتم بيعها لإيران عن طريق الحشد الشعبي الإيراني وليس العراقي. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل. الله يحيي، تحيي تقدير واحترام واعتزاز لك وبالغناة وكادر الغناة. كل الهلا أبو فيصل. ما يجري يا أستاذ، الله يسلمك، بالنسبة ما يجري يا محمد بالعراق، هو العراق أصلا هو فاقد السيادة مع الأسف في ظل هذه العصابات الإيرانية. فالعراق هو فاقد السيادة من 2003، هو لا يوجد بحكومة، هذه تعتبر يا أستاذ محمد حكومة، هذه ليست حكومة، هذه عصابات تابعة لإيران ولا يحلوا ولا يربطوا، هذول تبعية كاملة للخامنئي، هذه الميليشيات والحكومة هي الحكومة، الميليشيات أصلا هي ميليشيات أستاذ محمد. نعم. فهذا إذا ما تحرك الشعب وطاح وزاح هذا النظام المجرم بالعراق، هذا الذي هو سبب دماره، هو جزء من الدمار، هم وضعوا المحتل، والمحتل هو وضع هذا النظام الفاسد هذا بالعراق من أجل تدمير العراق. لا يزال العراق هو، لا يزال العراق ليس دولة حاليا من 2003، هو العراق ليس دولة، الفوضى وتمر أمام أعداء العراق مثل النظام الإيراني والحشد، ما يسمى بالحشد المجرم الجحش الشعبي، هذا هو سبب دمار العراق، خصوصا المناطق السنية والغربية وكل المناطق التي تقاوم الاحتلال الإيراني، هي التي التحالف الأمريكي والتخادم الأمريكي الإيراني عليها ومستمر، فلا بد من ثورة شعبية وإن شاء الله سوف ينهض العراق. وتحية. شكرا لك أبو فيصل، كنت معنا من السعودية. أبو مصطفى من فنلندا، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي، ما حاليا ما يجي بالموصل هو التوغل الإيراني صفوي،
في العراق كله ما فقط في الموصل، حاليا الاراضي الوقف السني انباعت للشيعة. نعم. الوقف الشيعي وبيوتك سيطروا عليك من عدة جهات، ورجعت نفس الشيء لتاوات ياخذوها من المحلات ومن من اصحاب الاملاك. نعم. والجيش الجيش كله طائفي، الضابط اللي بالجيش السني ما يصعد رتبه، اللي عنده امتداد لايران عنده علاقات مع ايران يصعد رتبه. نعم. فالعراق مبيوع منتهي. يعني مصطفى يسال المشاركون يقولون انه كيف للميليشيات ان تتبع اوامر الحكومه وهي قد ربما تصدر امر يتعارض مع ايران؟ يعني هذا التصريح الذي خرج من المتحدث الرسمي باسم ميليشيا النجباء قال بانه سنسقط اي حكومه تخرج بقرار او خطوه ضد ايران، كيف يمكن لهذه الميليشيات ان تنفذ اذن الاوامر التي تخرج من الحكومه؟ هي مجرد اعلام، هذا كله اعلام. ليش هو الجيش الحالي، الجيش الحالي ولا لما كله ولا لايران، ماكو شيء ما ولا لايران، هاي كله على مود يسكتون الاعلام. شويه صار اعلام قوي حاليا بالموصل، فهذا يسكتون الاعلام هاي فتره معينه شهر شهرين ترجع نفس الحاله، ترجع ازيد من ترجع اسوء من قبل بعد. بعد فتره راح تستمر من اسوء على اسوء، هاي كله اعلام. والعراق انتهى بعد، السجون مليانه ملي السجون، اللي البريع يفوت توم كيديه ويطلعوه باربع شدات وخمس شدات، رجعت نفس الأسوأ من قبل رجعت. نعم. الوضع البلد يعني انهار من أسوأ على أسوأ، لا تعيينات لا خدمات لا صحة لا كل شيء، البلد منتهي على هاوية. تتوقع أبو مصطفى الوضع الآن في ظل الرفض الذي نراه من الميليشيات بالانصياع لأوامر الحكومة، برأيك كيف سيكون الوضع في ظل وجود حكومة تصدر قرارات لا تنفذ، توصف أنها حكومة ضعيفة من قبل الكثيرين تحديدا حكومة عادل عبد المهدي؟ راح يرضوهم، يطوهم فرد الشغلات يرضوهم بي، وبعد فترة يدمجوهم وبعد فترة هم راح يرجعون يسيطرون من جديد. يعني مجرد سيناريو هذا، يعني ما ينتهي. يعني احنا الموصل نعرف هاي الشغلة مجرد لعبة، سكتون بي فترة معينة، سكتون الطرف الإعلامي وبعد فترة بترجع بعد أسوأ من قبل، يأخذون غير شيء ويأخذون غير شيء. وحاليا السفارة الإيرانية سمع على ما سمعنا راح تفتح بالموصل. يعني شغلات هذا برأيك ما الأهداف التي تقف خلف هذه الخطوة إن حدثت؟ مد صفوي هذا مد الشيعي، تغيير جغرافية العراق كله مد صفوي، هذا ما تنتهي هاي الحلقة، ما تنتهي لما طرد رادع قوي يكون من المواطنين من الشعب. نعم. ما تنتهي هذا الفيلم ما ينتهي ابد، راح يصير من اسوء على اسوء. هاي مجرد أسست شوية الوضع، كل ما يتحسن يرجع سوء بالازيد. برايك خطوات الشعب، الخطوات المتاحة قدام الشعب شنو؟ والله الشعب عمل انتفاضة على الفاسدين من الحكومة، وحكومة وطنية تصير موحدة. ما هاي الحكومة الحالية كلها حكومة صفوية، كلها تقود ميليشيات. أحد المشاركين اتصل بي بحلقة سابقة قال بأنه انتهى وقت التظاهرات السلمية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ والله ماكو تفاوض السلمية حاليا، هو مد صفوي، لازم الشعب كله يثور، لازم يد واحدة تصير كلتنا. يعني ما ظل ساكتين، يوميا راح يصير من أسوأ على أسوأ، يوميا تطلع لنا شغلة، يوميا تصير لنا شغلة. بلد منتهي، لا صناعة لا تجارة لا زراعة لا تعيينات لا أي مورد من الموارد، ما عن استفاد كل شيء من هذا البلد، مجرد تخريب. وضحت الفكرة أبو مصطفى، أشكرك للمشاركة. نقرأ بعض الرسائل التي وردت من المشاركين الكرام على خدمة الواتساب. السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد ولصوت الحق الناطق بلسان العراقيين الأحرار. استهداف المكونات من قبل الميليشيات التابعة لإجارة السوء إيران هو خطر يحصل من كل اتجاه، أما بالقتل أو حملات التطهير الطائفية وغير ذلك كثير أزمات هم يفتعلونها. تغيير ديموغرافي لطمس معالم الجرائم من قبلهم، الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق. أين القوانين عن محاسبة من تورط بهذه الأفعال الإجرامية؟ ويرسل التحية لكادر قناة الرافدين. شكرا لك. أحد المشاركين يقول: وعود كاذبة وشعوب نائمة.
نستمع إلى رأي السيد كريم من الكويت، تفضل. مرحبا محمد، حياكم الله. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك يا أخوي. هذا الحشد الشعبي هذا جيش إيراني، ما يعني ما يختلفون على اثنين. نعم. هدم العراق، هدم مناطق العراق، هدم الأنبار، هدم تكريت، هدم صلاح الدين، هدم بغداد. نعم. اللي الحين أصبحت أسوأ عاصمة في العالم. حتى ميزانية العراق كلها للجحش الشعبي. وشلون تظل الحكومة ساكتة على كل ما تفضلت به؟ ما بيدها شيء يا يوبا. الحكومة ماسكتها إيران، يعني واضحة. أمريكا سلمت باعت الموت على إيران، وإيران جعلت الموت بين السنة والشيعة. برأيك سيد يعني كريم برأيك حكومة تصدر قوانين وقرارات، منها سحب السلاح، منها إدخال الميليشيات بمؤسسة حكومية، وكل هذه القرارات لا تطبق، ماذا يعني هذا؟ هو الحكومة تشكيلها من اللي شكلها؟ من اللي شكل الحكومة؟ إيران تشكل رئيس الوزراء والرئيس وكل شيء. نعم. يعني هي هذا الجيش، هذا احتلال، يعني يبني الاحتلال، هدموا العراق الحشد الشعبي، الله يهدم رؤوسهم. لا، وبعد يعني يتفاخرون فيه، يعني بعد تداعياته، بعد يعني على المنطقة كلها يبنون الحشد الشعبي لهذا الغرض أكبر من كذي. طيب برأيك يعني كيف يعطى دعم لهكذا حكومة، يعطى دعم دولي لهكذا حكومة فيها تقود بلد بهذا الضعف، فيها ميليشيات تهدد حتى العرب، تهدد المحيط العربي، المحيط الإقليمي للعراق، تهدد الدول العربية المحيطة بالعراق لأنه لا توجد سيطرة عليها، كيف يعطي إذن العالم الدعم لهذه الحكومة؟ ماذا يصنعون غير هذا الحل؟ أمريكا تخاف من الموت وسحبت جيشها. لا بد، ما في خطة بديلة غير هذه الخطة بالنسبة لأمريكا. رايبينها روح الغاضي، عطوا إيران واتفاق بين إيران وحرب إيران وعراق، هذه كلها دعايات وشذ. نعم. طيب شكرا لك سيد كريم، كنت معنا من الكويت. رسالة، طبعا هناك احد المشاركين كتب لنا على الواتساب انه يحاول الاتصال بنا، ان يشارك بالبرنامج عن طريق الاتصال، حاول الاتصال عبر خدمه الواتساب، ونكرر مشاهدينا الكرام ان هذه الخدمه متاحه فقط للرسائل النصيه لمن يريد ان يشارك معنا عبر الاتصال الهاتفي. هناك ارقام خاصه بهذا الموضوع، وبامكان المشاركين الكرام المشاهدين الكرام ان يتفضلوا بالاتصال عبر الارقام، لكن خدمة الواتساب هي متاحة فقط للرسائل النصية، لمن ليس لديه القدرة على الاتصال، ليست لديه القدرة المادية على الرصيد أو شحن الرصيد أو ما خلافه، بإمكانه أن يرسل لنا رسائل نصية سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. أحد المشاركين يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. وسيد مبروك من الإمارات أرسل رسالة مرة أخرى. إذا مشاهدينا الكرام، نعود لنتحدث على الموضوع الذي فتحناه في البداية، هو قضية توغل الميليشيات، تمردها. الآن اللواء 30 من الحشد الشعبي موجود في سهل نينوى، يرفض الخروج من المناطق التي طلبت الحكومة أن يخرج منها، من سهل نينوى تحديدا، وأن يستبدل بالشرطة المحلية. هناك رفض لهذه الأوامر. السؤال، كيف ستتعامل حكومة عادل عبد المهدي مع هذه الميليشيات التي ترفض أن تطبق الأوامر؟ كيف ستتعامل الحكومة مع جهات هي من المفترض أنها تنتمي إلى عادل عبد المهدي، تقوم برشق الحجارة أو برشق سيارات الجيش والقوات الحكومية بالحجارة، تقوم بإغلاق الطرق، تعطيل حياة الناس والمدنيين، قطع أرزاقهم بطريقة أو بأخرى؟ كيف ستتعامل السلطة مع هذا التمرد الذي تقوم به الميليشيات في العراق؟ السيد عبد الله من بغداد تفضل. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك إلى شعب العراق الشريف وإلى قناتكم الشريفة. أهلا وسهلا. أستاذ والله إحنا عايشين في مأزلة، يعني في الحقيقة يعني أصبح العراق يعني مأزلة، أصبح يعني الكل تتفرج علينا.
شنو لا جيش قوي يحمي بلادنا ولا يسيطر على الأمور اللي ممتلكة في العراق. نعم. لا حكومة قوية، الحشد مسيطر وماخذ القوة بيده وده يلعب بأرواح العراقيين ومستجناء العراقيين وبتدمير العراقيين. وبعدين الحشد اللي سواه السيد السيستاني غير المفروض انهم من يشوف اكو هيشي خروج عن القانون، المفروض انه ينطي مثل ما قام بعملية يعني تأليفه ووضعه ك يعني مثل اسناد للجيش العراقي، المفروض يقول لهم يابا بطلوا وكل واحد ينسحب الى مقراته وانتم تحت سيطرة القوات العراقية والقائد العام للقوات المسلحة. نعم. ما شفنا هذا الشيء، يعني احنا بنشوف انه ايران بتلعب بينا لعب. بعدين انا اتعجب على الدول العربية ليش انه اتفقتوا على ازالة النظام السابق وكلكم وقعتوا يا دول الخليج يا سعودية ودول اخرى كلهم على خافوا على مصالحهم لكن ما خافوا على الشعب العراقي. هذا مصير الشعب العراقي، هذا الانفلات اللي صار نتيجة عدم التوحد الدول العربية وقادة الدول العربية كلهم يتفرجون يعني علينا. حتى الكويت، الكويت أخذت قسم من الحشد بدون تخصيص بالكلام. أم عبد الله إحنا قضيتنا ليست هذه القضية، القضية الآن هي الميليشيات وتمردها على السلطة الموجودة في بغداد التي تقول بأن هذه الميليشيات تحت إمرتها، والميليشيات تقول نحن نتبع القائد العام للقوات المسلحة، لكن على أرض الواقع الكلام يختلف. نحن نسأل عن الأسباب. أم عبد الله، أم عبد الله، فقدنا الاتصال مع السيدة أم عبد الله من بغداد. طرح السيد أبو علي من لندن سؤال عن الجهة المشكلة لهذه الميليشيات المرجعية. طبعا عناصر وأفراد التشكيلات الحشد الشعبي، الميليشيات المشكلة للحشد الشعبي، هي لديها ولاءات متعددة كما يقول مراقبون عراقيون بأنه هناك جهات من هذه الميليشيات تتبع مراجع إيرانية أو تتبع إيران بمرجعيتها الرئيسة، وهناك ميليشيات تتبع بعض المراجع الموجودين في العراق. السؤال هو يبقى كما طرحه السيد أبو علي من لندن، السؤال يوجه إلى المرجعية التي شكلت هذه الميليشيات، كيف يجب أن تتعامل وهي تنظر إلى هذه الميليشيات وترى بأنها تتمرد، أنها تستغل سلطتها، تستغل سلاحها، تثير الرعب في نفوس وصفوف المدنيين المواطنين العراقيين، تقوم بقطع الطرق وبإيقاف الحياة في العراق بطريقة كما نشاهدها اليوم في سهل نينوى؟ فهذا السؤال الذي وجهه السيد أبو علي من لندن إلى الجهة المشكلة للحشد الشعبي ألا وهي المرجعية. معنا السيد أبو طه من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياة خاصة لك والأقناة الرافدين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أنا أريد أسأل سؤال، هذا انفلات الأمن بالبلد شنو معناته؟ جاوبني أنت يعني أبو طه. يا اللي عنده 50-60 واحد سوى له عصابة ورفع له علم وسلحهم زين. طيب شنو معناها يا ابو طه؟ معناها بانه ماكو دوله. حكومه ماكو، لو اكو حكومه زين. نعم. ما تخليه يشيل فرقه امني. كل نعم. دول العالم ماكو، بس احنا عندنا بالعراق. المفروض الحكومه. طيب شلون وصل العراق الى هاي النقطه انه هو اصبح دائما يقارن بالأسوأ؟ سبب الحكومات تعاقبت من 2003 ولحد الان زين، مسانده ايران وامريكا. نعم. زين، وصار عندنا هذا الانفلات الامني. نعم. زين، والسلاح بيد المواطنين يوميا طلعونا حصر السلاح بيد الدوله عادل الزويه. طيب حصرنا السلاح. ابو طه انا اريد تخليك وياي. اكو احد المشاركين رغم أنه هو تجاوز في الرسالة التي أرسلها لكن سنقرأ الأجزاء التي لا يوجد فيها تجاوز.
يقول السلام عليكم، الميليشيات تاج روسكم، الميليشيات هي اللي حمت أعراضكم من دخلة والدواعش. يقول اقروا رسالتي، ليش ما تقرأها بالبرنامج؟ ليش ما تقرأها؟ قرأنا الرسالة، وبالتغاضي أو بغض النظر عن التجاوزات التي طرأت في هذه الرسالة، قرأنا الرسالة ونود من حضرتك أن تجيب هذا المشارك. يقول الميليشيات هي اللي حمت أعراضكم وهي تاج روسكم، ما الذي قدمته الميليشيات للعراق بالنظر إلى ما نراه الآن من مدن مدمرة ونازحين؟ تاج روسكم مو تاج روس العراقيين، تاج هو اللي بعث تاج وراسه هو، ولا العراقيين مو تاج راس الميليشيات. شنو اللي سوت الميليشيات؟ دمرت المدن، هجنت الشباب، حطمتهم، دمرتهم، زين النازحين لحد الان، ويقول تاج روسهم. حش سامع يخس على هذا الكلام. زين نعم، هذا اللي سوت لنا اياه الميليشيات، هذا اللي سوت لنا اياه. زين نعم، حتى يحكي الحكايه هاي. زين برايك ليش دا يحكي هذا هاي الحكايه؟ ليش يتكلم بهذه الطريقه؟ هذا مليون بالمية استاذ محمد، هذا منظم اذا الحشد زين ومن ضمن لحد الاحزاب هاي اللي جت من بعد 2003. نعم زين، ولهذا كل واحد يحكي صفاته. كل واحد يحكي صفاته، سووا بالموصل، سووا بالانبار، سووا حزام بغداد، سووا بدياله. ابو طه السؤال، يعني الحشد دخل بالعملية السياسية بالانتخابات اللي فاتت وسوى كتل وسوى أحزاب وسوى تشكيلات. الانتخابات اللي فاتت بالتزوير اللي بيها نعم. وصلت بالأرقام الحقيقية إلى أقل من 20% من المشاركين، أقل من 20%. إذن وين شعبية هاي الميليشيات اللي دا يتكلم بها المشارك اللي أرسل رسالته وغيره من اللي يتحدثون عن انه حماة الاعراض وتاج الروس وكذا، وين هم؟ وين شعبيتهم بالانتخابات اللي فاتت؟ مع التزوير لم تصل هذه الانتخابات الى حتى 40%. كل شعبيه ما لهم، كل شعبيه ما لهم. واحنا العتب زين الاول والاخير على المرجعيات اللي عندنا. المفروض من انتهت المعارك تتصل بحد المرجع الحشد، وكل واحد يقعد مكانه وحصر السلاح في هذه الدولة، وكل محافظة شبابها هم اللي يحموها. نعم. ليش جايبين أبو البصرة يعذب أبو الموصل، وأبو الناصرية يعذب أبو الرمادي؟ هاي محاصرة هاي، تريدون يسوون حشد عشائر. طيب. كل عشيرة، كل منطقة بها عشائر، وعشائرنا الكرام بالجنوب زين وبالوسط وبالشمال، كل عشيره تلزم منطقتها، وما راح يصير هذا الانفلات. ابو طه اشكرك للمشاركه، كنت معنا من بغداد. اخر المتصلين السيده ام فاطمه من بغداد، بعد ذلك نقرا ما تبقى من الرسائل سريعا. تفضلي ام فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا اخي تعبنا يعني من هاي انفلات الامني وانفلات، يعني ما شلون تقول، ما اقدر اعبر لك يعني على هالوضع، على ماكو عاد يدراي، ماكو يعني دوله، ماكو، كل من يقول اني وبس. نعم. ويا من تحكي تعبونا تعبونا، الله يتعبهم، الله لا يوفقهم. نعم. شكرا شكرا ام فاطمه، كنت معنا من بغداد. نقرا الرسائل التي وردت سريعا مشاهدينا الكرام من المشاركين. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، تم نشر قوائم معتقلية الرزازة ومن ضمنهم أخويا، ممكن تعرفون شيء عنهم؟ ينشرون هاي القوائم وماكو هم وين موجودين ما نعرف. هاي أحد القوائم المنشورة. يقول أحد المشاركين أيضا: تحية طيبة لكادر قناتكم المحترمة وكل العاملين فيها. أخي العزيز، الحشد هو الآن ذراع من أذرع إيران اللي يتفاخرون بها وباركت بها المرجعية. لو كان الهدف من فتوى المرجعية هو الدفاع فقط عن العراق،
بتضحياتهم، كان المفروض أن تنتهي الميليشيات بانتهاء التخلص من داعش، لكن النية كانت مبيتة وهي زج الحشد في مؤسسات الدولة بشكل رسمي كي لا تحاسبه أمريكا كميليشيات. ومن هنا استغل اسم الحشد أو استغل اسم الحشد لمصالح إيران بتدمير العراق من سرقات وفساد وتدمير وانتهاكات. أخوكم أبو شهد من بغداد يقول: ملحوظة أخيرة، حاليا الحشد يعمل كعمل الحرس الثوري، وذلك بطمر اسم الجيش العراقي وزج اسم الحشد بكل صغيرة وكبيرة، وكأنه لا يوجد بهذه الدولة مؤسسة عسكرية تمثل الدولة. تحياتي لكم أخي أستاذ محمد، شكرا جزيلا. في رسالة أخرى يقول أخي محمد العراق، أحد المشاركين يقول: أخي محمد، العراق محتاج يستورد شعب عنده ولاء للوطن. طبعا هذا الكلام يعني غير صحيح، هناك الكثير من العراقيين الشرفاء الوطنيين الذين أثبتوا على مدى هذه السنوات أنهم رافضون، وأنهم ثاروا بكثير من المظاهرات التي أثبتوا ثورتهم وغضبهم ورفضهم لما يحدث من كل شيء تقريبا من دمار وخراب في هذا البلد، رفضوا، وبالتالي صوت الحق ما زال موجود في البلد. الأخ الذي تجاوز حقيقة يرسل يقول: أخي العزيز، أنا أعتذر على التجاوز اللي صدر مني، أنا حيل خجلان منك، بس هاي يا أخي والله هاي الحقيقة، الحشد الشعبي اللي تسموه ميليشيات هو اللي حرر العراق وحرر إخوتنا السنة، بس يقول للأسف إخواننا السنة قصروا ويانا، هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أقرأها أخي، قرأتها يا أخي. يعني حقيقة للأسف الوقت انتهى، كنت أتمنى أن يكون هناك متصلون يردون على حضرتك على رسالك، لكن موضوع العراق الحشد هو الذي حرر، يعني أسألك وأتمنى إن شاء الله أن تشاركنا في حلقات قادمة لتجيب على هذا السؤال: ما الذي كان يفعله التحالف الدولي في العراق بالطيران الأمريكي الذي كان يطير فوق الحشد؟ كيف شاهدنا هذه المدن التي دمرت والتي حرقت؟ ألم تخرج مرجعية النجف عندما دخلت العصائب وهي جزء من الحشد إلى مدينة تكريت وإلى قرية البوعجيل وحرقوا هذه القرية وسرقوا مدينة تكريت؟ أحرج هذا الموضوع الحشد فقالوا تصرفات فردية؟ ماذا عن البضائع التي أو الأثاث أو الممتلكات التي جاء بها من مدينة الرمادي في بداية العمليات العسكرية لتباع، وخرجت هذه المقاطع لتباع في المحافظات الجنوبية في سوق مثل سوق الجملة؟ هناك أسئلة كثيرة. انظر إلى المدنيين في مدينة الموصل، أين التحرير؟ أين التحرير والمدنيون لا يستطيعون العودة إلى مدنهم؟ جرف الصخر الناس بها حتى هذه اللحظة ما قادرين يرجعون إلى مدنهم، وهناك سيطرة من الحشد والحشد موجود في جرف الصخر. انظر إلى المدنيين، انظر إلى الناس المهجرين، عددهم بالملايين، بيوتهم مدمرة، لا يوجد إعمار. هاي مليارات اللي عد الدولة، لماذا لم تعمر؟ لماذا لم يطالب الحشد بإعمار المناطق إن كان فعلا هو الذي يوضع على الرأس كتاج؟ في النهاية مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، إلى اللقاء.